بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ثالث محاضرة من مشروع الديزاين. اليوم حناخذ كيف بدنا نقرا مخطط معماري، او ايش الاشياء اللي بهمنا في المخططات المعماريه، لانه لاحظت اغلبكم يعني شويه يعني مش فاهم شويه في الاشياء المعماريه. هلقيتها لما احنا نجي بدنا نصمم بيت او بدنا نصمم مبنى، اللي بناخده هو هذا المخطط. المهندس المعماري بيعمل هذا المخطط بالاتفاق مع صاحب البيت، كله تمام، بلبي متطلباته، بعدين بيعطيك اياه. طبعا ممكن يكون في شويه تشاور بينك وبينه لاشياء تكون لصالحك انشائيا. طيب هلقيتها، بيعطينا المخطط هذا، الواجهات والاشياء هذه. لقيت اول حاجه بيعطينا اياها في المخطط، طبعا ايش بكون؟ انه هذا architectural drawing، يعني هذا مخططات معماريه. بعدين بيبقى جدول موجود فيه في داخله ايش رقم كل لوحه، وايش فيه في وايش عنوان كل لوحه. بعدين بيجي بعديها بيجي عندك لوحه موجود فيها بسموها زي كيف وصف الموقع او موقع المكان، شيء زي هيك اسمها، انه بكون حاطط لك وين البيت هذا وايش في حواليه جيران وايش في حواليه شوارع. تمام، خلصنا من هذه، وممكن الارتدادات الاشياء هذه. بعدين بنيجي لهذه الرسمه او لهذه هذا المخطط. هذا المخطط مخطط الطابق الارضي. تمام، يعني كأن ايش عاملين، كأن شايفين هذا السقف، كأن من هنا جايبين خط هيك، كأن هيك قابعين هذا السقف وبنطلع على اللي تحتي ايش في موجود. فاهمين كيف؟ تمام، 100%. يعني زي لكنك انت رحت عملت كل الارض بشبابيك وبابواب ومش عارف ايش، ورحت طلعت عليه من فوق قبل ما تبني السقف اللي فوق. 100%. ما احسب صفه الطابق، ما هاني جايين في الكلام، حتفهم بس اخلص. تمام، بس اصبر شوي. هلقيتها، جينا قلنا اللي هو الايش، الطابق الارضي اللي هو هذا الطابق، مش هذا هو الطابق اللي بنحكي عنه. ممتاز. طيب قلنا ايش بهمنا فيه، بهمنا فيه او بنستعمله في شغلتين. الشغله الاولى انه احنا بنروح لما نصمم الاعمده نحط الابعاد تبعت الاعمده في هذا المخطط او في الطابق الارضي عشان نوقعها تكون بالشكل الصحيح. يعني لو هذا العمود مثلا معمول 60 في 20 وانا صممته طلع 60 في 25، فراح اغيره هنا، هخليه 60 في 25، مش هيك؟ طيب هذا اول شغله. طيب ايش الشغله الثانيه؟ انه لما اجي بدي احسب او لما اجي بدي ارسم الاحزمه الارضيه، الحزمات الارضيه اللي بنشوفها في الدور تحت، بنرسمها وين؟ نرسمها على الاعمده تبعت الطابق الارضي، صح؟ او بنرسمها بين الاعمده تبعت الطابق الارضي. تمام، فكيف بدي اعرف انه هذا هو الطابق الارضي اذا انا مش قادر افهم الرسمه؟ يعني بالمره خلص مش قادر، ايش بعمل؟ باجي بطلع هنا على ايش؟ على المنسوب. هذه المنسوب ممكن تكون محطوطه هنا وممكن تكون محطوطه هنا. المهم يعني مثلا هي هنا محطوطه 85 وهنا محطوطه كم؟ 0. معناته انه هنا في درجه بتطلع على ايش؟ ايوه، ثلاث درجات بتطلع عن حوالي تقسيم يعني تقريبا. المهم مش مشكلة، تقريبا بطلع عن 10 درجات او شيء، او مش مشكلة. المهم احنا بنطلع وين هنا؟ على الايش؟ على المنسوب هذا. بنيجي بنطلع على المخطط تبعنا، بنلاقي منسوب الطابق الارضي هو كم؟ ممتاز، فهمتوا كيف؟ طب انا كيف بدي اعرف انه هذه الرسمه تبعت الطابق الاول؟ بطلع على المنسوب هنا، بتبقى هنا مكتوب، بس انا حذفت هنا عشان الخصوصيه. يعني هي هنا في هذا المخطط مكتوب انه المسقط الافقي للطابق الاول، بس هو انا في المخططات تبعاتكم حذفت ايش الاسماء ولمين مين الملاك، يعني عشان الخصوصيه. تمام، نيجي هنا نطلع 5.1. لو جينا طلعنا على المخطط هنا كم محطوطه؟ تمام،
فهمتوا كيف؟ طب ايش الاشي اللي احنا بدنا نصممه او ايش السقف اللي احنا بدنا نصممه؟ أرضية الطبق الأرض أو هذا ما بنصممش فيه ولا حاجة، ما بنعملوش ولا بنصممنوش سقف ولا بناخد منه إيري ولا بناخد منه رود ولا حاجة. الأرضي اللي هو المظلة اللي هو الصفر صفر هذا ممتاز؟ هذا 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 الشكل ما بستعملوش، هذا مش سقف، هذا اللي مبين فيه أرضية الطبق الأرضي، فهمتوا كيف؟ هذا أنا ماليش فيه، ليش؟ لأن أنا بعمل أحزمة أرضية وبعمل بين الأحزمة الأرضية مادة أرضية اللي خدتها في التشييد، صح؟ اللي هي 10 أو 15 سنتي. بعد ما أعمل المادة الأرضية هذه بقعد البيت عليها عادي وبلط عليها، فاللود تبعي مش حيجي على الأحزمة الأرضية وحينتقل على القواعد، حيجي على الأرض مباشرة، صح؟ فأنا ما بحسب لهاش ولا حاجة. فإيش اللي حصممه؟ حصمم هذا السقف اللي هو 510 اللي هو زي ما هو بيجي هنا وبيجي على السقف اللي بعده وبيجي على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده على المتكرر، بضله زي ما هو، صح؟ ممتاز. فايش الاريا اللي حناخدها تبعت هذا؟ هذا انا ماليش علاقه فيه لانه ما فيش عليه لود او ما بصممنلوش حاجه الا اني بحط الاحزمه الارضيه، صح؟ فهمتوها؟ ممتاز. طيب لو نجي نوضح اكثر، نجي هذا مثلا سكشن، شايف؟ هاي حاطط لك انه هنا السقف، فهذا السقف، هذا السقف اللي احنا ايش، هذا السقف اللي احنا ايش بنصممه، وهذا السقف هو هو زيه، هو هو زيه لابد، تمام؟ ممتاز. هيك في حاجه، في حد عنده سؤال في المخططات المعماريه؟ اظن هيك وضح كل شيء. فانتبهوا لهذه الشغله، يعني كثير ناس بتخربط فيها، يعني في الطلاب الجداد انه بروح بصمم ايش لهذه، انت ما لكش علاقه فيها، هذا ما بتعملش شيء فيها، انت بتصمم لاي، وهذا الطابق هو هو بضله زي ما هو، يعني كل احمال كل شيء بتعلق فيه، فهذا ماليش علاقه فيه، ما بعملش شيء فيه انا، تمام؟ عرفتوا ليش؟ يعني جيت سالتك في المشروع انا ليش ما صممتش او ليش ما اخذتش اللود تبع الطابق الارض، ايش حتقول لي؟ لانه اللود بينزل على الارض مباشره، صح؟ تمام، وضحت؟ طيب خلصنا من هذا، ايش في شيء ثاني؟ ممتاز. هلقيتها في المحاضرة اللي فاتت لوين وصلنا احنا؟ لهنا، صح؟ حسبنا المسافات وصلنا لهنا، مش هيك؟ تمام، وصلنا لهنا، هلقيت ضل ايش؟ ضل هذه وضل هذه، صح؟ هذول الثنتين انا شرحهم في الفيديو، حضرتوه؟ طبعا عشان نستغل الوقت تشوفون من الفيديو او على السريع. جي اس هذا عبارة عن ايش؟ عن السيرفس لود، اللود اللي جاي على العمود بدون اي فاكتور، هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن اللود اللي جاي عن طريق الاريا، الاريا هذه ضرب اللود اللي حسبناه في الواجب اللي هو في هذه الخانة، اللود زائد اللايف لود بدون فاكتور زائد ايش يعني؟ اريا بي اس يساوي اريا ضرب الدبليو اس زائد ايش؟ اللود تبع ايش؟ الاكسترنال وول زائد ايش؟ زائد الاون وول، صح؟ صح ولا لا؟ بدون اي فاكتور. بروح هنا بنبرمجها، بناخذ اللود اللي ورا، شايفين اللود هذا؟ هذه القيمة السيرفس. تمام؟ ناخذها بنضربها في الاريا بنزود لها اللتر اللود تبع الحواضر الخارجية زائد الانوال. طيب. والبي اس كذلك، البي اس بس ايش البي يو قصدي البي البي ألتيميت. كيف بنحسبها؟ بنروح بنقول هذا اللود احنا بنروحش بناخذ البي اس، ناخذ البي يو من ورا اللي انفكتر اللي ضربناها ب 1.2 زائد 1.6 في الشيت اللي قبل، صح؟ بعدين نجي اللاترال الحواضر الخارجيه الاكسترنال لود ونقول 1.2 ضرب الاكسترنال لود، ليش؟ لانه الاكسترنال لود او الاكسترنال وول هو ايش؟ هو ديد لود، فانا بضرب فاكتور 1.2 مش 1.6، صح ولا لا؟ طيب الاون ويل برضه ديد لود فبضربه بايش؟ 1.2. تمام، باجي هنا الاول
العام اللي طلعناه في هذا شايفين هذا اللي انفقتر هذا احنا فكترناه اي واحد اختار هذا هلقيته في الالتميت انا قاعد اشتغل في السيرفس بشتغل هذا اللي بدون فاكتور هذا بشتغل في باخذ الاكبر منهم اللي بفاكتور هيك بس انا هذا انفقتر وجاهز تعال نروح نفكر هذول الاثنين بس عشان ديدلوك بدون فاكتور ايوه تمام السيرفس وصلان بدون مش واحد من طرف لانه الديدلوك واحد من طرف الديد لود قلنا نضرب مرتين مرة بواحد بوينت اربعة مرة بواحد بوينت اثنين صح؟ واحد بضرب مرتين مرة كبيرة واحد بوينت اربعة او واحد بوينت اثنين صح؟ احنا خلاص قلنا بناخذ هذه القيمة حروح نتبع هذه القيمة اللي هي واحد بوينت اثنين تمام؟ الاكسترنال طول الحيطان الخارجي لا لا لود هي المفروض غلط خربط المفروض نكتبها بي اكسترنال بي اكسترنال هون هيك اوضح صح حمل الحوائط الخارجيه حمل الحائط الخارجي اللي موجود على العمود بالطن تمام هو عبارة عن ايش اكسترنال وول عبارة عن طول الاكسترنال وول نعرف قديش المتر الطولي من الاكسترنال وول او قديش اللود للمتر الطولي من الاكسترنال تمام طيب حسبتهم بالضبط في 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 في, في الفيديو طلع على الفيديو حتفهموهم عدل طيب هل لقيتها صار عندنا ايش صار عندنا قديش اللود للسلاب الواحد او للسقف الواحد يعني هذا كان انا قاعد بقول قديش كل عمود بيجي عليه حمل لما يحمل سقف واحد طب لقيت هل انا البيت تبعي او الاعمده في البيت تبعي بكونوا حاملين بس سقف واحد لا ايوه فايش بدنا نعمل ليش مساحة العمود اللي نصمم؟ فرضنا 25 في 60 مش مشكلة هنفرض رقم يكون متوسط وبرضه الرقم يعني مش فرق شيء كثير اي اريا هذه طبعا حسبناها بقدر الاوتوكاد تمام يا شباب وصلنا هنا ممتاز طيب هلقيت هذا ايش؟ هذا الارض مش هيك؟ هذا الفيرست فلور او فيرست ستوري سكند ثيرد فورث صح طيب هي هذا لما يكون المبنى تبعه 8 طوابق اربع طوابق صح الارض ما بنعدش تمام فانا لو بدي اصمم هذا العمود او هذا العمود ايش حيكون حامل أكبر من طابق أكبر من سقف ممتاز هاي سقف 2 3 4 هاي الشغلة طلاب تخربطوا فيها تمام فأنا إيش بصمم عادة في البيوت إيش بنصمم الجراوند فلور وبنصمم الفيرست فلور بعدش بنصمم الثالث وبنعمم عليه بعد لأنه بصير مقطع العمود صغير كتير وخلص بنخليه زي ما هو سجل مش ممكن يعني ممكن لو كان عندنا خامس هنا يعني ايش بنصمم؟ بنصمم للاول بنصمم الاعمده اللي حامله اللي موجوده في الاول اللي هي حامله الاول والثالث والرابع والخامس كمان بعدين ايش بنعمل؟ ليش بنصمم الاول لو حامل ايش؟ الثاني والثالث والرابع والخامس بنصمم الثالث اللي هو حامل الثالث والرابع والخامس تمام زي الاول الثاني الثاني بكون زي الاول العمود بضل زي ما هو طالع ايش كانه حامل زي ما هو حامل الاول طب ليش احنا بنقول بنصمم الارضي بعدين برضه بنروح بنصمم الاول ليش ما نصمم الارض بعدين الثاني لانه واضح الشيء
في الاول طوارئ هشيل نفسك هشيل الاول مساحه بتختلف من الاول للاخر ممتاز هلقيتها في الارض اللي بنلاحظ الاعمده في بيوتنا ايش بنلاقيها عريضه يعني بنلاقي هنا عرضه 25 صح 25 في شيء صح؟ طب ال 25 هذه لو طلعت على الطابق الاول بتكون دفشه في البيت صح؟ يعني الغرض معماري فبروح في الطابق الاول بخليها كم؟ 20 فانت عشان تخلي 20 بدك ترجع تصمم وتفحص وهل بيقدر يحمل لما يصير 20 ولا لا؟ تمام؟ وممنوع يكون مثلا حكيت لو انت صممت هذا الجرام وجيت صممته طلع معه 25 في 70 أو 25 في 60 فرضا جيت تصمم للطبق الأول قلت بدي أخليه 20 لقيت إنه هو بده 20 مثلا في 75 ها؟ هل بنفع أنا أحط أو أخلي عمود 20 في 25 في 75 على عمود 25 في 70؟ بنفع إيش؟ ليش؟ بنفع تصغر ما ينفعش تكبر الحديد بيكون مش داخل كده 5 سم بالظبط بصير المحمول اكبر من الحامل تمام فهمت وقتها بتصير ما بينفعش انت تقلل بتخليها 25 بس ممكن عمود ينقلب او ايش بتروح بتعمل بتروح بتقول هذا 75 بدي اروح ازود هذا 75 من تحت اصلا ايش بس ممكن عمود ينقلب مثلا اه بس ايش المخططات ما بتقلبوش ايش لا هو بالمال يعني. لا ما بأثرش يعني في في له أثر بس يعني مش وقته هالجزء في جهة يعني لسه التصميم هذا الأول والثاني حنا حنصمم الأعمدة هذا هذا لو كان عندك مثلا الطابق الأول هو 6 السلة عدد اللي عندها بضلها زي ما هي 25 صح؟ خلص بتصمم مش للأول بتروح تصمم للثاني تصمم للجراوند بعدين للثاني بعدين تصمم مثلا للرابع فهمت كيف؟ يعني الطابق الاول فاضي؟ مثلا حسب ابعاد الاعمده حسب مثلا المعمار او حسب رغبه صاحب البيت يعني اذا خلص هو بده الطابق الاول بجيب بدوش اعمده كبيره خلص خليه اياه 20 في ايش؟ في البعد يمكن تحت 25 بس فوق بصير 20 فهمت كيف؟ بعدين بنيجي لقصة المقاطع وكيف بنختارها والأشياء خلينا هلقيتا بس في قصة اللود فهمتوا اللي بدي وصله؟ طيب هلقيتا هذا ايش اللود لايش؟ لسقف واحد طب انا لو بدي اصمم الكولوم تبعات الجراوند فلورا والجراوند ستوري كيف بصممهن؟ او كيف بدي اجيب اللود تبعهن؟ بروح بجيب اللود للسقف الواحد واضربه في كم؟ في 5 او في 4 في 5 نشيل هذا خلينا على 4 طوابق عدد السلبات ولا الطوابق؟ عدد السلبات لانه احنا قاعدين بنقول قديش العمود لما يكون شايل سقف واحد فهي واحد هي 2 هي 3 هي 4 هي كم؟ 5 طب بنجي ايش بنعمل؟ بنقول نقول يساوي العمود هذا او هذا اللود اللي هو البي اس ضرب 5 نسحب هذا هيك بعدين بنمسكه ايش هيك تمام جبنا القيم هيك صارت للايش اللود او اللي حاملاته الاعمده اللي موجوده في الجراوند ستور طيب هلقيتها هو لحاله بصير يعمل ازاح يعني بصير ايش لما انت بتنزله تحت بصير ياخذ هاي عارف تنزل تحت بس على الجنب كيف الصوره امسكها هيك يروح على قدام على خلل تمام ممكن لفوق ممكن على الجنب وممكن هنا قدام طيب هلقيتها لو بدنا نقول كولوم فور ذا فيرست فلور ايش بنعمل؟ بنروح بنقول ضربة كم؟ ضربة ممتاز نيجي هنا يساوي هذا ضرب ايش؟ نمسكه هيك عشان يجيب لنا البي يو شايفين كيف؟ عشان نمسك التنتين مع بعض وننزلهم لتحت تمام؟ ايوه هل كده لو بدنا نجيب للايش؟ سير
حضر حضر في اثنين اثنين صح؟ طيب ممتاز. نيجي هنا نحددهم، نيجي نقول يساوي الرقم اللي هنا ضرب 2. نمسك هذه وننزل تحت، تمام؟ طيب هنيجي احنا شو بنعمل؟ بنروح عشان نصمم كل عمود عشان اللود تبعه، يعني نجيش نقول هذا العمود حمل هالقد انا بدي اروح اعمل بدي اروح اصمم له لحال، يعني ما اجيش اصمم ل 16 عمود بسهل على حالي كيف؟ بعملهم جروبات الطرفيه طبعا حمل اريا اقل فحيكون عليها لود ايش؟ اقل. طيب ايش بنعمل؟ بنروح بنقول مثلا من 70 ل 90 طن خذهم جروب، ومن 90 ل 110 ولا 120 طن خذهم جروب، ومن 120 ولا 110 طن ل 140 خذهم جروب. فبناخذ اكثر الجروب اكثر واحد صح؟ في الجروب ايوه 100%. خلينا نشوف كيف بدنا نعملها. خلينا بس ايش؟ نحذف هذا. هذا ولا شيء. لا حلو. لا قصة مش مستاهل. طيب هل كده بس خلينا نخفي هذولا. انا هل كده عملت للجراوند فلور عشان يوضح الارقام، يعني ضربتها في 5 عشان نتعامل مع الجروبات مع الارقام الحقيقية او الارقام اللي تكون واضحة لما يكون الفرق بينها اكبر. انا هتصور مع 2 بس. لا حنصمم عليهم كلهم، بس قصدي انه احنا بدنا نتعامل مع هذه مشاريع بس مبكيه. لا حنزل لكم، لا مش هيك، حنزل لكم على كم منطبق تشتغلوا. هو اوريدي ما هو مش منطقي انت تروح تعمل دار وقواعد عشان مبكيه تصمم مبكيه. بس مستقبلا فعليا الصوره هي واحد بس بكون هو مصمم على 6 ولا على 5. مع انه ما استعملناش الطوابق احنا لحتى الان، هي بس في الانبوت لها خانه لما نستعملها بندخلها فيها، تمام؟ لايش عاد الخانه تبعت الانبوت؟ تيجي هنا مفروض احنا ايش عملنا؟ رحنا هنا قلنا خمس طوابق وضربنا وين؟ ضربناها في هذه بدل ما ايش؟ ضربنا خمسه. ايوه فهمت كيف؟ بس يعني مش مشكله لما نعملها وديها عشان تضلها فانكشن. بس عاد بدك تنتبه انه انت عامل 5 طوابق بدك تزود 1 4 طوابق. هنا احنا كم بنسقف؟ 5. تروح بتقول 5 زائد الخليه هذيك زائد 1 زائد 1. ايوه بعدين بتروح بتصير تنقص منها 2 2 او يعني قديش احنا بننقص. تمام فهمتوا كيف؟ طب بعدين ايش بدنا نعمل؟ بنروح بناخذ هذا شو اسمه الجدول زي ما هو بناخذه هنا على جنب، اخذته بالعمدان تحت هذولا او تحت الاشياء اللي هنا عشان بدي اعمل له سورت من اول وجديد. ايش السورت؟ بس خلينا احذف هذه خليه. طيب ايش السورت؟ لما انا نسخته حطهم كلهم قيمهم صفر، ليش؟ فايش بعمل في الحاله هذه؟ بروح بقول له values، بروح بنسخ بس القيم. فهمتوا كيف؟ نروح هنا ايوه بننسخ التنسيق، نحط اول خليه بعم، تمام ممتاز. طيب قديش بدنا نعمل؟ بدنا نروح نقول له رتب لي اياهم من الصغير للكبير. وين راحت صورت؟ عشان ظهرت الشاشة. هاي شايفينها؟ short smallest to ايش؟ نضغط هيك. صح هذا بنعلم بس. نيجي هنا بنقول له المضروبة بالفرق. نيجي هنا بنقول له short. تمام بيجي بقول لك اعمل اكسبان اللي هو كده هو حيروح ايش بيعمل؟ حيروح يرتب هذه الارقام من الصغير للكبير. بقول لك لما انا ارتبهم
ارتب الخلايا اللي في بالهم. يعني مثلا هذه الخليه بدي احطها بالاول، اروح هذا الخليه بدي احطها بالاول، اروح اخذ هذا كل وقت واحطه بالاول ولا لا؟ تمام. تمام، شفتوا كيف؟ 100%. نجي بنقسمها مجربات، نجي بنطلع من 70 ل 90 تقريبا، ايش من 67 ل 91 تقريبا كلهم بيجوا مع بعض، صح؟ نجي ايش نعطيه لون. هاي هذا يعني هذول حطيناهم على كم؟ نعم، مع 90 يعني بنروح. هذا جروب، هذول جروب حسب المكان. بنيجي مثلا هنا، هذول تقريبا مع بعض كلهم بيجوا جروب. او احنا ممكن ايش نعمل؟ ممكن نروح ناخذ، يمكن هذول لو اخذناهم جروب يكونوا اقرب. 90 مثلا. من 90 شوي بس خلينا ناخذ اللون هذا. هلقيتها؟ من 90 فش الفرق بينهم كم؟ 65 18، صح؟ تقريبا. نيجي هنا ناخذ هذول يعني كلهم جروب، او ممكن بين 27 و 41 كثير. ممكن انت تخلي ال 41 لحالها، وممكن تروح ايش؟ تاخذهم كلهم جروب، يعني انت مش بتفرقش كثير. يعني هي بتفرق بس بالطبق الاول والثاني تقريبا. طب تمام؟ بعدين ايش بدنا نعمل؟ بدنا نجي ناخذ الجروبات هذه. هلقيتها؟ بدنا نصير ايش نعمل؟ نقول الجروب الاول والجروب الثاني والجروب الثالث، بس خلينا ننسخ الالوان تبعتهن عشان نعممهن على هذا الشيء. تمام؟ هلقيتها؟ بدنا ننسخ، بدنا نسمي، نقول هذا الجروب الاول، هذا الثاني، هذا الثالث. بعدين بدنا نشوف الكولوم نيم او الكولومز نيم او نمبر، يعني اسم الكولوم اللي انا قاعد بشتغل عليه. ايوه، ايش بدي اروح اعمل؟ بدي ارجع الترتيب عشان ما اصيرش اخشش ترتيب الكولومز غلط. صار اقول 16 بعدين 3 بعدين 2، يعني اقول هنا 4 15 12 7 1، بصير ايش؟ مش مرتبات. فايش بعمل؟ فاهمين ايش قصدي؟ بروح انا ايش بعمل؟ شايفينها؟ برجع للسورت. السورت هيها ماشي، بقول له لا لازم نجيبها من السورت. هيها هنا شايفينها؟ نجي هنا بنقول له ايش؟ كلير. او طريقه ثانيه ايش بنعمل؟ نجي هنا نقول له رتبهم من الصغير للكبير، مش احنا كانوا من 1 ل 16؟ حلو، ولا سكن. تمام، هاي رتبهم. باجي باخذ اللي لونهم، بقرب هذه. ما انا لونتهم ايش؟ ياخذ الخلايا، خليها هنا عندي، جنبي هنا. خلينا نخفي هذه. ايوه، باجي بقول له جروب الاول ايش فيه؟ 2 و 3 و 3 و 3 16. طيب الجروب الثاني 7 12 12. مش مشكلة. حرجع رجع عشان اخذ اكبر فاليو. بعدين بجي هنا ونقول 5 6 9 10 13. تمام. طب هلقيت ايش بروح اعمل؟ برجع برتبهم. تمام، شفتوا كيف؟ طيب هلقيت ايش بروح باخذ اكبر قيمه فيهم؟ يساوي. ممكن انت تروح تاخذ ماكس او اوريدي، ما هي هيك هيك هي اخر واحده حتكون الماكس، صح؟ اجي باخذ القيمه هذه، اضغط من تحت. ماشي هنا، صح؟ بعدين اجي بقول بيساوي القيمة هذه، بضغط انتر، بيساوي القيمة هي البيو. لا، انت اخذت البيو. اخذت البيو وهنا اخذت البيو. بيساوي هنا. تمام؟ بعدين بمسكه من كده وبسحبه. طيب
هل كده بدنا للطابق الاول، بدل ما انا اروح هنا للطابق الاول وادور على رقم العمود وين اللي انا اخفيتش انا هنا، بدل ما انا اجي هنا، بدل ما اجي هنا وادور على الطابق الاول واشوف ايش رقم العمود الاكبر واجيب القيمه منه، ايش بعمل؟ مش انا في الطابق الاول ايش مختلف عن الجراوند؟ انه الطابق الاول مضروب في 4 والجراوند مضروب في 5 صح؟ باجي باخذ الفاليو هذه بقسمها على 5 واضربها على 4، مضروبها في 4 صح؟ الطابق الاول باجي باخذ القيمه هذه بقسمها على 5 بعدين بضربها بضربها ب 4، قلت لما قسمتها على 5 هي صارت ل 5، لما ضربتها في 4 صارت ل 5. ايوه بنيجي هيك نوديها للثانية عشان ايش؟ تجيب الثانية عشان بنحدد التنتين وبننزلهم تحت. لقيت لقينا انه تنسيق الخلايا راح نسخ تنسيق الخلية الأولى ونزل للي تحتيه صح؟ طيب ايش بدنا نعمل؟ بدنا نقعد نرجع نلون، نجي هنا بنقول له فيل وذاوت ايش؟ تمام؟ ليش قسمت على 5؟ عشان احوله لعمود حامل سقف اللود تبع السقف الواحد. بعدين ضربته في 4 عشان يصير 4. طيب بعدين باجي باخذ هذا الرقم برضه بقسمه على 5 بضربه في كم؟ 2. ممتاز. تمام؟ تمام يا شباب. مثلا هنا لقينا عندنا الارقام هنا ايش جايه دفشه يعني ايش بنعمل؟ كبر واحد لا ممتاز. طيب هيك بنكون خلصناش لسه، خلصنا الايش الجروبات. هل لقيت هذا بدنا ناخده زي ما هو ونصمم عليه الاعمده لما تخلصوه مع الدكتور. هل لقيت ايش بدي اعلم كل حاجه ثانيه؟ بدنا نتعلم كيف نرسم الشابلونه.